يعرفنيش. واللي يعرفني منكم ما يعرفش مين انا. هاخدكم معايا في رحله مرضي، ما تخافوش مش هطول عليكم. هقسم رحلتي معاكم لمراحل، فاعتبروني زي روايه هبة. ومن هنا هبدا معاكم اول مرحله، الحفره. كلنا عارفين يعني ايه حفره. الحفره عباره عن متاهه كبيره تحس انك تايه فيها، كل الدنيا سودة حواليك، محتاج اللي يجي يساعدك ويشدك منها. وده اللي حصل معايا بالظبط. سنة ونص من أعراض ملهاش أي تفسير، وزني نزل، شعري وقع، ألم في المفاصل، الغدد الليمفاوية التهبت بآلام شديدة جدا. جه عليا رمضان ما كنتش بقدر أصوم من شدة تعبي. عملت تحاليل وأشعة كتير، والغريب إن كله كان بيطلع سليم. دخلت الطوارئ أكتر من مرة وبرضو أنا زي ما أنا. كان أسهل تشخيص عندها حالة نفسية. فكرت جالي حالة يأس شديدة إن أقدر أخرج من الحفرة دي. وكانت الصدمة. لما طلعت من الحفرة كنت فاكرة إن أي حاجة بتنقذك من اللي أنت فيه هي اللي بتتمناها. لكن أحياناً بيكون في مفاجآت غير متوقعة. 26/12/2016 أول تاريخ لا يمكن هنساه. تاريخ غير مجرى حياتي تماما. كنت في العيادة عند دكتوري لأكثر من رائع ورمالي القنبلة، أو بالنسبة لي الصدمة. الصدمة هي المرحلة اللي بتقف عندها الحياة. ألم غير متوقع بينزل على وشك. الخطة اللي اتخطيتوها هي نفس اللي حصل لي بالظبط لما عرفت الصدمة وإني عندي الذئبة الحمراء. مرض غريب وغامض مجبرة إني أواجهه وأتعايش معاه. ودخلت هنا مرحلة التغيير الإجباري. الذئبة الحمراء مرض من أمراض المناعة الذاتية. جسمي بيهاجم نفسه، لكن أنا من بره سليمة تماما. عشان كده بيسموه الوحش الصامت. ذئب بيهجم على كل جزء في جسمي بدون رحمة. ساعات الواحد بيمر مراحل بتجبره على المواجهة سواء كان راضي أو لا. وكان قرار دخولي الدمرداش قرار إجباري واجب التنفيذ لأنه كان سبيلي للنجاة. 31/12/2016 تاني تاريخ لا يمكن هنساه، تاريخ حجزي في الدمرداش. يعني إيه الدمرداش؟ كلكم عارفين الدمرداش مستشفى جامعي بتخدم عدد كبير من الناس. لكن الدمرداش بالنسبة لي كان عالم غامض ومرعب. كان لازم أواجهه. من أول يوم ما دخلت كنت تحت الملاحظة 24 ساعة، اتعمل لي كونسلت طبي كامل من كل التخصصات، لكن واضح إن الوضع ده استفز الذئب اللي جوايا، وبدأ معايا أشرس هجماته، وزني نزل أكتر، شعري وقع أكتر، هجمات على القلب، الكلى وقفت تقريباً. قرح شديدة ببقي ما كنتش حتى بقدر أستحمل أشرب المية عليه. واترسمت الفراشة. اترسمت الفراشة على وشي، شكلي اتغير تماما. عمري ما كنت هنسى شكل الأطفال وهي بتستخبى مني، وده أثر عليا نفسيا جدا. 7 يناير 2017 تالت تاريخ لا يمكن هنساه. اتعمل لي رسم مخ في وحدة جنب المستشفى، فكان لازم أخرج، وده كان المتنفس الوحيد ليا، وكنت مبسوطة جدا. لكن الذئب اللي جوايا كان ليه رأي تاني، وبدأ معايا تاني أشرس هجمات على الأعصاب. تشنجات شديدة جدا، هلاوس سمعية وبصرية، دمرتني لمدة 4 أيام نفسيا وجسديا. اتسحبت عينات الكلى، وظهرت النتيجة أخيرا، وتحدد بروتوكول علاجي. 6 شهور من جرعات الكيماوي والكورتيزون وأدوية تانية كتير. انتوا متخيلين الفترة دي كانت عاملة ازاي؟ فترة مليانة بالتغيرات الإجبارية اللي كان لازم أخدها.
وعلشان استوعب المرحلة دي كان صعب عليا جدا، وهنا دخلت مرحلة الاستيعاب. من الطبيعي ان احنا بنمر المراحل تبقى صعب علينا، بتاخد وقت معانا طويل جدا عشان نستوعبها، وده اللي حصل معايا عشان استوعب اللي انا مريت بيه واقدر افهم طبيعة مرضي. ولما استوعبت دخلت مرحلة عدم التقبل. كرهت اللي حصل لي، كرهت الشكل اللي اتغير بسبب جرعات الكورتيزون الكبيرة. كنت بسأل نفسي ليه بيحصل لي كده واشمعنى انا؟ اتوقفت عني أنشطة حياتي كاملة بأمر من دكتوري، فانعزلت عن الناس تماما. لكن ما كانش ينفع أفضل مجبورة، ما كانش ينفع أفضل حاجة ساحباني، كان لازم أنا اللي أسحبها. وهنا دخلت مرحلة التغيير الاختياري. قمة النجاح لأي حد بيمر بابتلاء إنه يقدر يتكيف ويتعايش معاه، وده بيكون صعب جدا. ولكن الحمد لله ومساعدة من أهلي صحتي رجعت تاني، وابتديت أرجع لحياتي الطبيعية، ابتديت أشتغل، أخرج، أسافر، بعمل شوبينج، عايشة حياة طبيعية زيكم تماما. الفرق الوحيد بيني وبينكم إني باخد أدوية. ومين فينا ما بياخدش أدوية؟ التغيير الإجباري إجباري علينا كلنا، لكن بإيدينا نخليه اختياري. وأكبر نجاح بالنسبة لي والدليل إني مش مكسوفة متعايشة مع مرضي إني واقفة هنا قدامكم على مسرح تيدكس